قال وبكل برود: احتمال ان انت تفقد القدرة على النطق. مرحبا يا صغار، بامكانك ان انت تكون انسان خالد على هذه الارض. كل الموجودات نصف اشياء. لما انت تعادي المرض يكون هو عدوك الاول وبامكانه انه يقضي عليك، بس لما تكون صديقة راح يمشي وياك في نفس الدرب، ما راح يقاطع طريقك. لم يكن في العالم شيء مكتمل، كل الموجودات نصف أشياء. رجل كبير في السن قادم باتجاهنا. مثل حكايات ألف ليلة وليلة، قصة الحكوات محمد صالح، محارب سرطان دماغي وأجرى عمليتين كان ممكن يخسر فيهم صوته، لكن نختار يتكلم للأبد. مرحبا يا صغار، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. اشتقت إليكم كثيرا كثيرا كثيرا. في يوم من الأيام أثناء ما كان الدكتور يجر سرير العمليات، سألته: شنو الآثار الجانبية اللي بتصير حق هذه العملية؟ قال وبكل برود: احتمال أن أنت تفقد القدرة على النطق. هذه الكلمة هي اللي ولدت طاقة الحكواتي. أن يا مكان في قديم الزمان حاكم. يرفض محمد أن يحارب السرطان ويفضل أن يكون السرطان صديقة في درب أبعد ما يكون عن الموت، هو درب الخلود بالحكاية. في فترة توقفت عن تقديم الفعاليات للأطفال، العلاج بالكيماوي، العلاج بالإشعاعي، كانت فترة جداً جداً صعبة، حتى انعزلت عن المجتمع. الروضة اللي كانت فيها بنتي كلموني عشان أقدم فعالية إلى الأطفال. استرجعت الطاقة، استرجعت القدرة، استرجعت كل اللي موجود في داخلي في أني أقدم هذه الحكاية اللي راح تبقى خالدة في ذهن بنتي. يعني فأنا رحت أبحث في كل مكان، أبحث عن طريقة أترك فيها أثر لا يزول، فوجدت في قلوب الأطفال. فجأة وبدون سابق إنذار تغير الطقس، وكأن يكون الشخص حكواتي لابد أن يكون تعامله مع الطفل كأنما هو شخص ناضج. يعني إحنا لما نذكر التنمر، من اللي يمارسه؟ الأطفال، فهم نشأوا على التنمر. بينما لما تتعامل مع الطفل كأنما هو صاحب قيمة يقدمها، عنده فائدة، عنده معرفة، راح تشوفها كمكتشف، كعالم. بإمكانك أن أنت تكون إنسان خالد على هذه الأرض بشيء واحد: ترك الأثر. وأصبح اسمها ببلد المليون نخلة. يميل محمد لتقديم الحكايات للأطفال بدون مقابل مادي، ويسعى لترك الأثر الطيب والرسالة الأسمى اللي يحملها للعالم، إن يكون لكل شخص حكاية خالدة ترويها الأجيال. صحيح، هل كنتم تعرفون؟ أنا دائما لك القصة بداية، إثارة ونهاية. وكحكاء أو كحكواتي، أن يؤمن كل شخص برسالته، لأنها هي الحكاية التي راح يحكيها إلى أولاده وأحفاده، وراح يتناقلونها الأجيال بعد ما يرحل عن هذه الزمان.